كتاب التمييز، عنده كتاب العوالي، عنده كتاب الصحيح المشهور، وعنده كتاب اسمه الطبقات في أجزاء رحمة الله عليه. في كتاب الطبقات لمسلم بن الحجاج متوفى سنة 262 للهجرة، يعني بعد البخاري بست سنوات، 262 للهجرة، مسلم ماذا يقول؟ وسنروي عن رسول الله من رآه وصحبه، وسنروي عمن رآه ولم يصحبه. فهذا تصريح أن إيه؟ أنه لا يعد كل من رأى الرسول صاحبا. مسلم قال في الطبقات فيها رأوه هم أصحاب، إذن استكملوا الشرطات، لزموا ملازمة طويلة ونصروه وحفظت سيرتهم إلى آخره أصحاب، وفي رأوه لكن إيه؟ ليسوا أصحابا له. واضح يا أخي، كلام واضح في طبقات إيه؟ مسلم رحمة الله عليه.